هذا اللابتوب اللي بين ايدينا اسمه المايكروسوفت السيرفيس برو، مصنع من قبل شركة مايكروسوفت. بهذا الفيديو راح نتعرف على طريقة الدخول الى البيوس وطريقة الاقلاع عن طريق الفلاش ميموري لحتى نثبت ويندوز عليه. خليكم معنا اصدقائي. للدخول الى البيوس الخاصة بلابتوب المايكروسوفت اللي بين ايدي بدي اضغط زرين بآن واحد، اللي هو زر الباور مع زر اعلاء الصوت بالشكل التالي: زر الباور مع زر رفع الصوت، ضغط مستمر على الاثنين سوا وبشيل ايدي بهذا الشكل. مثل ما انا شايفين اصدقائي، منفوت على البيوس وبتطلع لي الواجهة الاولية للبيوس، كاتب لي بي سي انفورميشن، بداخلها رقم موديل الجهاز والتاريخ والوقت، وطبعا اكيد اصدار البيوس اللي نازلة عليه. التبويب الثاني اللي عندي اياه هو السكيورتي. الخيار الاول فيني اوضع باسورد على الاقلاع الخاص بالجهاز. الخيار الثاني السكيورتي بوت، من هذا المكان فيني عدله، اما خليه مايكروسوفت اونلي او مايكروسوفت 3 دي بارتي سي دي او نون نهائيا. طبعا في حال بدك تستخدم سي دي الهايرنز او سي دي دي ال سي بوت، يفضل انك توضعها بحاله النون. اما اذا كنت بدك تنزل ويندوز 10 او ويندوز 11 لازم تخليها مايكروسوفت اونلي. وفي عندي خيار للتي بي ام، اكيد هذا الخيار لازم يكون مفعل بحاله الاون في حال بدي نزل ويندوز 10. وبالنسبه للخيار الاخير اتركه بحاله الاون مثل ما له موجود عندي. بنتقل لعند تبويب الديفايسز. بداخل هذا التبويب عندي جميع مكونات الجهاز اللي فيني اعطلها او فعلها، مثل البلوتوث، الواي فاي، الاس دي كارد، كلياتهم محطوطين بحاله الاون ولازم يكونوا بحاله الاون. في حال حابب تعطل واحد من بيناتهم قبل الوصول الى الويندوز فيك تعطله من هذا المكان. بنتقل لعند خيار البوت كونفيجوريشن. بداخل هذا الخيار فيني اعلم على جميع الادوات او المدخلات اللي بدي اقلع عن طريقها، مثل اليو اس بي ستورج اللي هي الفلاش ميموري، مثل الويندوز بوت مانجر، نظام التشغيل اللي موجود على الجهاز، بالاضافه لامور اخرى بالامكان تعطيلها او تفعيلها للاقلاع عن طريقها. فمثلا انا عطلت الاقلاع عن طريق النتورك، واكيد خليت الانيبل بوت فروم يو اس بي بحاله تفعيل بحاله الاون. بنتقل لعند تبويب الديت اند تايم. بداخل هذا التبويب تعديل التاريخ والوقت بشكل عام. عندك تبويب المانجمنت ما لك شغل فيه نهائيا. ننتقل لاخر تبويب للاكزايت اللي هو عن طريقه فيني اضغط على ريستارت ناو بحيث انه يحفظ الاعدادات ويعيد تشغيل مباشره. وهلا راح اقوم بايقاف تشغيل الجهاز كليا لحتى اقلع عن طريق الفلاش ميموري مباشره. لاحظتوا يا شباب انه عندي هون بالبوت ما بقدر اعدل الادوات اللي بدي اقلع عن طريقها، بحيث انه اقلع باليو اس بي مثلا قبل الويندوز بوت مانجر، تمام؟ ما فيني ارفعها او انزلها. لذلك هلا في عندي طريقه لحتى ادخل عن طريق الفلاش ميموري واقلع عن طريقها وهو مطفي الجهاز. للاقلاع عن طريق الفلاش ميموري بلابتوب المايكروسوفت السيرفس لحتى اقوم بتثبيت ويندوز، كل ما علي الضغط على زر خفض الصوت، تمام، وزر الباور بآنين واحد. اول شيء بضغط على زر خفض الصوت وزر الباور. بمجرد ظهر اللوجو برفع ايدي عن زر الباور وبرفع ايدي عن زر خفض الصوت، ومثل ما انا شايفين بتظهر لي قائمة الاقلاع الخاصة بالفلاش اللي بدي ثبت عن طريقة الويندوز. فيني اختار الشيء اللي انا بيناسبني وقوم بتثبيت الويندوز. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية.